القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث، ملتقى الارتفاعات. بقى نقطة أخيرة في الدرس، ملتقى ارتفاعات المثلث. خلينا نعرف أول شيء يعني إيش ارتفاع المثلث. هنفرض عندنا هذا المثلث مثلا، أتخيله برج أو مبنى، وطلبت منك توجد ارتفاعه، يعني بعد أعلى نقطة اللي هي رأس المثلث عن الأرض. احنا نعرف أن بعد نقطة عن أي مستقيم هو طول القطعة العمودية من النقطة إلى المستقيم. يعني حنرسم عمود ينزل من رأس المثلث إلى القاعدة، ونقول إنه هذا هو ارتفاع البرج. ما يفرق معانا كيف كان شكل المثلث، يعني افترض كان شكله كده مثلا. برضو عشان نجيب ارتفاعه حنيجي عند رأس المثلث وننزل عمود على القاعدة، وهذا هو صار ارتفاع المثلث. من كل رأس من المثلث نقدر نرسم ارتفاع له، يعني في هذا المثلث نقدر نسقط عمود من هذا الرأس على الضلع المقابل، وصار عندي ارتفاع ثاني. ونقدر من الرأس الثالث نسقط عمود على الضلع المقابل، وصار عندنا ارتفاع ثالث. أكيد لاحظ إنه الارتفاع كلها تلتقي في نقطة واحدة. إيش الميزة في هذه النقطة؟ مجرد حنسميها ملتقى الارتفاعات وخلاص. أهم نقطة تفهمها هنا هي كيف إنك ترسم ارتفاعات المثلث. تيجي من عند رأس المثلث تسقط عمود على الضلع المقابل، وما يفرق معك لو كان الارتفاع ده داخل المثلث أو خارجه. وخلينا نحل مسائل على الكلام ده. فهذا السؤال بيقول إذا كانت رؤوس المثلث FGH هي، أعطانا النقاط، فأوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعاته. طب خلينا نرسم أول شيء المثلث على المستوى الإحداثي، وبعدها نشوف موضوع الارتفاعات. نحط النقاط على المستوى الإحداثي، النقطة F ناقص 2 و 4 يعني هنا، النقطة G 4 و 4 يعني هنا، والنقطة H 1 و ناقص 2، وهذا هو المثلث. طب هو يبغى إحداثيات ملتقى الارتفاعات. أجل خلينا نرسم الارتفاعات ونشوف نقطة التقائها. أول ارتفاع خلينا نرسمه من H على الضلع FG. الضلع ده أفقي، والعمود عليه حيكون رأسي، يعني رسمه والحسابات حتكون سهلة. ونيجي من الH ونسقط عمود على الFG. إيش رأيك معادلة المستقيم ده إيش حتكون؟ لو فاكر معادلة المستقيم الرأسي حتكون X يساوي رقم ثابت. في هذه الحالة الرقم الثابت هو 1، يعني معادلة هذا المستقيم حتكون X يساوي 1. طب خلينا نرسم الارتفاع الثاني، اختار أي نقطة، كلها شبه بعض ما فرقت. خلينا ناخذ العمود النازل من النقطة G على الضلع FH. كيف حنرسمه؟ لازم يكون عندي الميل عشان أقدر أرسم مستقيم في المستوى الإحداثي. وكيف نجيب الميل؟ لاحظ إنه حيكون عمودي على هذا الضلع، يصير ميله حيكون عكس مقلوب ميل الضلع FH، يصير نجيب ميل FH أول. قانون الميل هو فرق إحداثيات الواي على فرق إحداثيات الإكس، يعني ميل القطعة FH حيساوي 4 ناقص ناقص 2 على ناقص 2 ناقص 1، يعني 6 على ناقص 3 اللي هي بالتبسيط ناقص 2، وهذا ميل الضلع FH. يصير ميل العمودي عليه، نعكس الإشارة ونقلب الميل، يعني ميله حيكون بواحد على 2. عندنا ميل المستقيم ونقطة عليه اللي هي جي، صار نقدر نرسمه. نجي من الجي ونمشي وحدة واحدة في اتجاه الواي الموجب، ووحدتين في اتجاه الاكس الموجب، وحددنا النقطة الثانية، صار نقدر نرسم المستقيم. رسمنا ارتفاعين وحددنا نقطة تقاطعهم. نحتاج نرسم الارتفاع الثالث؟ لا ما يحتاج، لأنه أكيد الارتفاع الثالث حيتقاطع معاهم في نفس النقطة. لكن اللي يحتاج نسويه إن نوجد إحداثيات نقطة التقاطع، لأن هذا هو المطلوب في السؤال. كيف نحدد نقطة تقاطع مستقيمين؟ نساوي معادلة المستقيمين ببعض، والناتج بيكون هو نقطة التقاطع. معادلة المستقيم الأول عندي اللي هي x يساوي 1، بالنسبة للمستقيم الثاني عندي الميل وعندي نقطة على المستقيم، صير أقدر أجيب معادلته. خلينا نجيب المعادلة. لو فاكر معادلة المستقيم بدلالة ميل ونقطة
هي y ناقص y واحد يساوي الميل في x ناقص x واحد. نعوض، يصير عندي y ناقص y واحد اللي هي 4 يساوي الميل اللي هو نص مضروب في x ناقص x واحد اللي هي 4. نوزع الضرب على الجمع، يصير عندي y ناقص 4 يساوي 1 على 2 x ناقص نصف 4 حديني 2. نجمع 4 على الطرفين، يصير عندي y يساوي 1 على 2 x زائد 2، وهذه هي معادلة المستقيم الثاني. نحط معادلتين المستقيم في نظام. عشان نجيب نقطة التقاطع نحل النظام ده. أظن الحل هنا سهل، ببساطة نعوض من المعادلة دي اللي هي x يساوي 1 في المعادلة الثانية. تصير المعادلة الثانية y يساوي نص مضروبة في 1 زائد 2، بالتبسيط y يساوي نص زائد 2 يعني y حيساوي 5 على 2، يعني نقطة التقاء الارتفاعات حتكون 1 و5 على 2. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.